لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. هل بوس حازم جواد إن يقول الحقيقة؟ طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. المادة والموضوع تعبر عن رأي الكاتب، وهذا أيضا رد آخر للحوار اللي أجرى غسان شربل مع حازم جواد. وهناك إذا يعني أكو في شيء جديد راح أيضا راح نستمر معكم. تعليقا على ما ورد في مذكرات حازم جواد في جريدة الحياة بين 9 إلى 18 باط فبراير: إذا كانت المؤامرة التي تحدثنا عنها نحن العراقيين وما نزال بصفتنا ضحاياها تعني الخديعة والغدر، فإن حازم جواد لم يتحدث عن عملية الغدر التي تعرض لها جلال الأوقاتي قائد القوة الجوية الضابط العراقي المعروف بالجدارة والنزاهة، إذ كانت أول عمل قام به البعثيون في تلك الصبيحة المريبة صبيحة 8 شباط فبراير 63، ليتبعها بعد ذلك اليوم الغدر بعبد الكريم قاسم وأعدامه دون محاكمة، لتكون النتيجة بمثابة المقدمة لكل ما جاء بعد ذلك، أي غدر العراق كله وتحويله إلى مقابر جماعية وأقبية وسجون لا يعرف العراقيون أبوابها. ولم يتحدث حازم جواد عن عملية الخديعة التي مارست الضابط البعثي عبد الكريم نصرت، بل أطراها كثيرا عندما هب العراقيون في تلك الصبيحة المريبة ووقفوا دبابات الانقلابيين وأرادوا أن يحرقوها، لكن عبد الكريم نصرت وبقية الضباط البعثيين كانوا يعرفون بأن انقلابهم ليس ضد عبد الكريم قاسم كشخص ولا من أجل الوحدة العربية المزعومة، بل هو واحد من تلك الثورات المضادة التي اصطلعت بها المخابرات الأمريكية في العديد من بلدان العالم الثالث وقت ذاك. لذلك كان لابد أن يقترن الغدر بالخديعة لتكتمل هوية الانقلاب. هل هذه حقائق واقعية أم وجهة نظر؟ لقد كانوا لصوصا أرادوا أن يكسروا شوكة الشعب العراقي ليتمكنوا من سرقة الدولة وأحلام الناس والتاريخ، فقد هيئوا الخديعة مسبقا، وحين حاصر العراقيون دبابات الانقلاب قام عبد الكريم نصرت بإخراج صور عبد الكريم قاسم من دبابته وعرضه على الجمهور الغاضب، ثم وضعوا صور الزعيم على دباباتهم، وحين تفرق العراقيون مطمئنين، يقول عبد الكريم نصرت متفاخرا: استدرنا وسحقناهم سحقا. وهذا ما لم يستطع حازم جواد أن يذكره أيضا، وبعد ذلك بقليل ولكي يعلنوا عن هويتهم كحزبين وعسكريين مغامرين قاموا باعتقال عالم الفيزياء العراقي الكبير عبد الجبار عبد الله عميد جامعة بغداد وسجنوه في المراحيض ثم ربطوه في اسطبل مع الخيول. فهل هناك حق على الإنسان العراقي أكثر من هذا؟ كل هذا حدث بتخطيط وتنفيذ أوامر من حازم جواد ورفاقي في القيادة القطرية، فكيف نتوقع من قاتل الحقيقة التي لم يتمكن منها إلا بالغدر والخديعة والانتقام إن يقول الحقيقة لضحايا؟ وهل يعرف الغدارون والمخادعون ومن سيطرت عليهم غرائز الانتقام إن يفهموا معنى الحقيقة حقا؟ ألم تحول العراق إلى حمام دم في تلك الأيام السود؟ وبالنسبة للضحايا مسخني الجراح، هل هناك فرق حين يكون آخر مشهد رأوه وهم يستقبلون رصاص القتلة هو نظارات حازم جواد أم شوارب نظارات حازم جواد أم شوارب صالح مهدي عماش؟ أبعد كل ما جرى تقول يا حازم جواد لا دم على يدي. إذن من خطط للخديعة ومن أمر بتنفيذ الغدر؟ وإذا كنت أنت وحزبك على حق، فهل كان الشعب العراقي على باطل؟ ربما، لأنه فقط بهذه الطريقة يمكن أن تسلم من حساب التاريخ، أي فقط عندما تنقلب الحقيقة على رأسها فتصبحون أنتم الضحايا ونؤدي نحن القتلة والمنفيين داخل البلاد وخارجها دور الجلادين، فهل تعجبك هذه الكوميديا السوداء؟ لهذا قال مظفر النواب: المقلوبون يرون العالم
بالمقلوب، إن أخطر التباس عشناه نحن العراقيين مع هذه الشخصيات المغامرة هو في الجدار الذي تشكله الثقافة الغريزية العدوانية لهؤلاء البعثيين المتوقد عقولهم شرا، الذين لا يفرقون بين الشجاعة وبين الشراسة، الذين لا يفرقون بين صناعة التاريخ وقتل التاريخ، ولا بين الاعتراض على حاكم يصفونه بديكتاتورية وبين براءة شعب ينهض توا من قرون الحروب المحلية والدولية والانقطاع الحضاري المرير. لقد حول البعثيون العراق إلى حقل تجارب لكل أنواع الغدر والغش والخداع، فسرقوا الدولة وأحلام الناس وأطفأوا بريق الأمل في عيون الأطفال. لست شيوعيا وليس من مهمتي الدفاع عن أحد، لكن ووفقا لتجربة فقد كان قتل المشروع الوطني الديمقراطي بحاجة إلى كبش فداء ليتم لاحقا تبرير الاستبداد يمينا وشمالا. وبعد 40 سنة من القهر والرعب والدمار لم يبق بعدها في قلوب الناس مكانا يراهن على النفاذ منه لتطوير الخديعة والغدر. بعد أن سقطت الأقنعة ها هم يعودون للحديث عن الحقيقة والتاريخ بدلا أن يتحدثوا عن ظلام الغدر وبؤس الخديعة. هل يستطيع الجلاد أن يقول الحقيقة عندما يتحدث عن ضحايا أو معهم؟ بل هل يعرف الجلاد المعنى الأخلاقي لمفهوم الحقيقة بطريقة تجعله يرتد إلى الوراء خطوتين أو ثلاث قبل أن يمد يديه المرعوبتين لتشويه وجهها؟ إذا كان هناك من يعتقد بأن في وسعه أن يقلب الحقيقة على رأسها، فعليه أن يتأكد بأنها ستصرخ من كثرة الجروح، جروح الناس وألم التاريخ، ستصرخ حتما لتقول لا يمكن أبدا أن يكون المرء مجرما وبطلا في نفس الوقت. المادة أو الموضوع كتب من قبل الكاتب كريم عبد ونشرت في موقع الحوار المتمدن بتاريخ 29/2/2004. حتى نلتقي، تقبلوا منا أجمل التحيات.